منافسة إذا بدك أكثر مثلا على تقديم أفكار خلاقة جديدة ما بتشبه غيرها تما مثلا نوقع بنفس التكرار. طيب خليني انتقل أنا وياك للوقت الحالي تمام ونحكي على البوستر اليوم كيف صار وكيف تحول والمراحل اللي بمر فيها وقديش مزبوط الممثل كمان بيتدخل بتفاصيل البوستر وين تمام بتنحط صورته، يعني تمام العملية كلها مطبخ إذا بدك البوستر. المطبخ. بصي هو المطبخ طبعا احنا دلوقتي حاليا يعني احنا مثلا نقول حضرتك من بداية الألفينات إلى الآن إن دلوقتي الدعاية مهمة. أنا لما بعمل مثلا يعني حاجة الإيمج بتاعتي دي مهمة إن أنا أظهرها بأحسن حاجة. فدلوقتي حضرتك المنتج من الحاجات المهمة بالنسبة له إن البوستر هيبقى عامل إزاي؟ أنا هبقى عامل يعني شكل الفيلم عامل إزاي؟ ده بقدر أحدده إن أنا مثلا لما في شركة إنتاج بتكلمني نقعد نشتغل كالبوستر بتاع الفيلم. طب الأول لازم أعرف الفيلم أولا الاسم طبعا اسم الفيلم. الفيلم بيدور عن إيه؟ لازم يكون مثلا حاضر الفيلم اللي بده يحضر البوستر. والله هقول لك حاجه بتبقى مهمه حضور الفيلم وهو بيتصور وده شويه قريب بدأ يحصل يعني زمان شويه ما كانش بيحصل. زمان شويه كان ممكن البوستر بيتأخر بعد الفيلم مثلا ما يكون اتصور وخلص والمونتاج تمام والمزيكا وكل حاجه نبدأ طب يا جماعه الدعايه اوكي البوستر بقى هيبقى عامل ازاي. ده شويه كان ممكن انا مثلا بالنسبه لي لو انا شايف في كادر كويس قوي جوه الفيلم او مكان او باك جراوند انا اقدر استفاد بيها انا ممكن اصورها والفيلم شغال. ممكن اصور الممثلين بالسيتنج بتاعت الاضاءه بالجو الاتموسفير الموجود فيه الشخصيات. ده شويه كان بيبقى احسن كتير. بس طبعا حضرتك بعد الفيلم بيخلص اوكي خلاص ده مش موجود. اوكي انا ببدا بقى ايه اعرف قصه الفيلم تشغل مخيلتك كمان. طبعا لازم طبعا بيحكي لي قصه الفيلم. الفيلم عباره عن ايه نوعيه الفيلم اذا كان مثلا اكشن اذا كان تراجيدي رومانسي كوميدي. كل حاجه بيبقى ليها السكه بتاعتها وليها الالوان والجو بتاعها كشغل. وبرده بيبقى كويس ان انا لازم اتفرج على نسخه العمل لو هي يعني ممكن تكون خلصانه يعني منتهية الفيلم اوكي خلص تمام تصويره الماتيريال خلصان يعني من كل الجوانب بتاعته اذا كان مونتاج وموسيقى وكل حاجه. او ممكن بتفرج على حاجات كتير قوي بتبقى فيرست كات بتبقى بيبقى لسه المخرج عامل مجمع المشاهد بتاعته ومن غير اي حاجه من غير اي مؤثرات من غير اي مزيكا من غير اي حاجه لان ده بيفرق جدا ان انا الحاله بتاعت الفيلم اعرف مين الشخصيات مين الابطال لابسين ازاي التفاصيل معينة. تترك حرية الاختيار لك محمد ولا المخرج بده كمان له يد بالموضوع الشركة المنتجة او الانتاج الممثل؟ تمام الانتاج بصي هو اكتر يعني اكتر شخصيه بتتحكم في صاحب القصة. راس المال طبعا صاحب له الحق قاعده اكيد يعني المخرج بيبقى ليه راي برضه لان هو برضه ليه رؤيه في الفيلم. بس هقول لك حاجه ما بيبقاش دايما المخرج هو الرئيس القصه بيبقى طبعا مع بالاتفاق مع المنتج. فالمنتج ممكن بيبقى في اوقات منتجين بيسيبوا لك الحريه يقول لك خلاص انت دي القصه بتاعتك فانت قول لي انت هتعمل ايه. وفي منتج بيبقى هو شويه ليه رؤيه معينه فبيقول لي احنا هنعمل كذا. حسب مين بده يدعم كمان بالبوستر. حسب يعني طيب ففي منتجين بيسيبوا لك الحريه وفي منتجين لا بيفضلوا لا عايز كذا وهعمل كذا ومنقدم صوره فلان ومنخبي شوي صوره اكيد طبعا العوامل الانتاجيه بتعمل طيب. اكيد اوكي نحن عندنا مجموعه من البوسترز رح شوفها انا وياك محمد والمشاهدين بدك تشرح لي كل بوستر بحد ذاته والاجواء اللي كمان عم تنقلها. اوكي ده سمير وشهير وبهير طبعا ده من 70s ده من الافلام اللي انا كانت عاجباني جدا والافلام اللي انا شفتها يعني برضو كان ما كانش لسه خلص الفيلم كان كوميديا صارخه جدا. طبعا هو الجو بتاع الفيلم كان زي ما حضرتك بالظبط فاحنا حبينا نظهر ده على البوستر أوكي. النهاية الشخصيات كوميدي كمان طبعا ودغري بيظهر لنا يعني هيدا الشيء من خلال بوستر من خلال كمان اختيار الالوان طبعا. له تاثير الالوان اختياره بيعطيك المود تبع الفيلم اكيد جو الفيلم هو اللي بيحدد لحضرتك انت هتمشي ازاي يعني انا هبدا شغلي ايه يعني الباليت اللي انا هشتغل عليها ايه
تمام، اذا كان كوميدي او اذا كان سسبنس او اذا كان على اساسه بيتم اختيار أكيد. البوستر والصوره أكيد. اوكي رح نشوف صوره ثانيه تنقلنا الى غير اجواء مثل ما عم نشوف بهذا البوستر. ده يعتبر من احب الافلام ليا، اللي هو شوية عمل نقلة شوية مع الجمهور والناس كانت مبسوطة بيه جدا، وكانوا حتى مستغربينه ان هما كانوا فاكرينه شوية فيلم أجنبي، لأن شوية احنا التكنيك زي ما حضرتك شايفة التصوير والألوان والقصة دي كانت شوية كانت جديدة شوية وقتها. لا وفي تركيز على البطولة الجماعية وهذا الشيء ظاهر من خلال البوستر، يعني الكل أخذ حقه بشكل انه يظهر بالبوستر. قدي بتعانوا من مشاكل مع الفنانين فيما يخص، هو على الاسامي بصير في مشاكل، انا اسمي قبله واسمه قبل مثلا بالتفاصيل يعني اكيد بالصوره. سؤال واحد شويه بس هقول لك حاجه. لا بس انت اكيد مختبره. يعني خلاص احنا طبعا بالتجربه خلاص، يعني مع الوقت انت حضرتك خلاص عرفتي سكة. مع شركات الانتاج، شركات انتاج يعني الشركات الكبيره طبعا معروفه، وفي بتبقى طبعا شركات جديده فبتشتغل مع ممثلين، فاحنا بنقول لهم برده يا جماعه الدنيا بتبقى ماشيه كذا ده كذا، انه عارفين حضرتك والله بصي مش برضو زي ما الناس فاكره ان هو في نفسيات قويه قوي، لا وانا لازم ابقى كبير قوي وانا لازم ابقى الحق ده في ممثل لازم تخليه مثلا يميل افيش او شمال افيش وصغره قوي وانا اللي باين، لا بصي ده ما بيحصلش كتير. بس هو المنتج طبعا بيبقى ليه رؤيه في حته البيع. طبعا ده مين اللي بيبيع اكتر؟ اكيد مين